Okay, this is a tooth preparation من طالب وعندي بيرجيني ديستال preparation. هلا شايف انت الميزيال عندك كويس الميزيو ديستال انجل اوكي بس شوف الديستال قديش معك مسافه تنزل لاتجاه الجنجيفا معي 2 to 3 ملم انا ما احكي سوبر جنجيفا انا ما بحكي 2 to 3 ملم اواي انا بدي اكون اقرب للجنجيفا ليش؟ لان انا شوف قديش شلو الكراون تاعك ككراون وحتى ديستالي هون شلو اوكي فانا الريزستنس هون تاعي ضعيف هون فانا معي مجال في 3 ملي يور فينيش لاين از 3 ملم اواي فروم ذا جنجيفا لينجولي ميزيالي ديستو ميزيالي كويس لكن ديستو لينجولي عندي لسه 3 ملم انزل فزيد من الفينيش لاين قربه باتجاه الجنجيفا خليه سوبرا جنجيفا لكن قربه من الجنجيفا بحيث يزيد لي الريزستنس هون طب الكاريز شو عملت فيه؟ الكاريز هي كانت ريستوريشن كانت ريستوريشن كانت ريستوريشن شلناها وبما انه الكافيتي شلو حبينا نعمل بوكس فور ريتنشن اوكي فعملناها كبوكس وليس ريفيلنج نعم اوكي فانت هلا صارت عندك ما في اي اندر كات وطالع فيرتيكلي شوف لي البكل وول تاع البوكس تاعك البكل وول هي اوكي واضح؟ نعم بس انا شايف في لب صغيره في اندر كات صغيره على الديستو لا مش على الديستو خلينا نحكي ديستو ابيكال ديستو كلوزال لا ديستو كلوزال في هون زاويه بسيطه اطلع باتجاه لفوق بتلاقي في اندر كات فيها نعم اوكي بس انه ريفينشنج بانه اعملها فيرتيكال انا ما كلش فيها اندر كات تمام